في ايه؟ ابراهيم نوح ابراهيم؟ تقريبا. امضي هنا. انا؟ ايوه. ايه البتاع ده؟ ده السلع في النيابه. امضي فين؟ اتفضل. كوريا كوريا. ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبهولي عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو امالك يا وليه بتقولها لي كده كاني ما اعرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى هعملها لك كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روحي اقعدي هناك. هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. الساعة بقت 2 الظهر وانت بقالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربية. أنا جالي استدعى من النيابة. يا سيبتي؟ ليه ما عملت إيه؟ هكون عملت إيه يعني؟ ما أنا على حطة إيدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس اسم صاحب لي العيال الساعة طعموه زبالته. ما صاحبهم تقوم النيابة عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك يا حبيبتي؟ يلا حبيبتي حلوة كده عشان نبقى قسمنا البلد نصين بيننا وأمي. يلا حاسبيها شيماء. وإيه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريحه كويس. انا لو فضلت عايشه بالطريقه دي اخرتي هتبقى في مستشفى المجانين مش في السجن، انا هفضل هربانه لحد امتى؟ هفضل عايشه جوه جمالات دي قد ايه؟ انت مش متخيل يا بابي الناس اللي انا عايشه معاهم عاملين ازاي؟ مش متخيل بتصرفوا ازاي؟ انا خلاص مش قادره اكمل، انا تعبت. ليه بس كده يا ست هايدي؟ طب والله يا ابو طالب بيه، والله الناس هناك في بطن البقره بيعشقوا وبيحبوا ست هايدي دي، وخصوصا بعد ما فتحت المحل بتاعها، عاملينها هناك الرئيسه. يا هايدي يا حبيبتي ما تضيعيش نفسك في لحظه خنقه، انت بجد قدرتي تكوني قويه، عارفه يعني ايه انك تعرفي تستحملي وتعيشي في المكان اللي انت رحتيه ده، وتعرفي تقفي على رجليكي من تاني الحمد لله، وفي ظل كل الظروف دي فتحتي مشروع طول عمرك بتحلمي بيه او شبهه كمان. ليه دلوقتي عايزه تخسري كل حاجه؟ هخسره عشان ده مش بتاعي، ده بتاع جمالات اللي انا مش طايقاها ولا قادره استحملها. انا خلاص عايزه ارجع هايدي بقى. غلط يا حبيبتي غلط يا هايدي، انت لو رحت السجن مش هتستحمليه. لا هستحمل، ده عندي اهون مليون مره من ان انا اتخمن ناس بحبها ووثقت فيها. كمان حكايه نادر دي انا مش قادر اصدقها. نادر ده ضحيه زي هايدي بالظبط، بس كل واحد بيتحمل حسب طاقته. أنا فكرت زي ما بتفكر بالظبط يا أبو طالب بيه في الموضوع ده. أنا مش عارف هتفضل تدافع عنه لحد إمتى، ما كل حاجة واضحة زي الشمس، ده كل حاجة واضحة أكتر من الشمس. أكيد في حاجة إحنا مش فاهمينها، بس أنا هفضل وراها لحد ما أفهمها. يلا حبيبتي، يلا قومي كده وروحي مع شكري بطن البقرة وخليكي جدعة، خليكي قوية. حتى لو قعدتي سنتين جمالات، أحسن ما تترمي في السجن وناس تانية تتمتع بفلوسك. تقدر. انت مستني حد؟ انا لا مش اطلع اطلع يا حبيبتي، اطلع اوضتك اطلع اوضتك، انا مش مستني حد. السلام عليكم، ابو طالب بيه موجود؟ كنت عارفه انك هتيجي تاني، بس بصراحه ما تخيلتش انك هترجع بالسرعه دي، فاجئتني. انا بقى مش متفاجئ لاني رجعت، بس مش زي الاول يا ساره. دلوقتي انا عارف انا عايز ايه اكتر من الاول بكتير قوي. ساره انا محتاج بنت زيك في حياتي. زي ساره انا مش عايز ابقى لوحدي، وفي نفس الوقت مش عايز ابقى مع حد. نفسي جدا اخش في علاقه بس من غير ما اكون مرتبط. تقدري تقولي كده عايز اخرج من الحاله اللي انا فيها دي بس من غير ما اخش في حاله جديده. وانت شايف بقى ان انا احقق لك ده؟ جدا. ساره تعرفي ان احنا شبه بعض جدا في المرحله دي؟ انت بنت مش زي اي بنت انا قابلتها في حياتي قبل كده. مش بتفكري بطريقه تقليديه، بيت، جواز، مسؤوليات. ما اعتقدش انك هتاذي اللي معاكي بشرط انه ما يذكيش. انا شايف ان دي ممكن تكون علاقه فير جدا، واضحه وما فيهاش اي غموض. اوكي انا موافقه، بس بشرط. شرط ايه؟ ما تديش لنفسك حقوق انا ما اديتها لكش، وما تطلبش مني حاجه انا ما طلبتهاش منك. اوكي؟ قصدك اصحابك الولاد؟ خالص، انا ما بحبش التعدد، ما بعرفش اكون مع راجلين في نفس الوقت، بس انا بتاعتي انا، مش بتاعتك ولا بتاعت اي حد تاني. وقت ما بحب امشي بمشي.
مش قلت لك ان انا عمري في حياتي ما شفت حد زيك؟ بقول لك ايه، انا كنت مسافره الغردقه بكره مع اصحابي، بس بما انك ظهرت انا ممكن اكنسلهم واطلع انا وانت شرم الشيخ. بصراحه محتاجه اغير جو قوي، ايه رايك؟ اكسلنت ايديا. يلا بقى روح حضر شنطتك وتعالى اركن عربيتك بره، نطلع بعربيتي. يلا قوم يا ولا واد يا سوكا، اصحى يا واد، قوم اصحى على رزقك يا ولا. يا ولا قوم يا ولا، يا ولا كلاب السيكك ماشيه ساعي على رزقها من الفجريه يا واد، وانت نايمني مفشخ زي النسوان والولايه. قوم قوم لحسن، وكتاب الله والنبي والنبي النبي ان ما قمت يا سوكا لكون ترشاك بره بيتي. ياما في ايه ياما؟ بس هو انا عشان بحبك ياما بتزليني كده ليه ياما؟ ارمي نفسي في الشباك ياما واموت نفسي في ايه ياما؟ وانا مش ابنك ياما ولا ايه؟ مالك ياما في ياما؟ انت ما بتحبنيش ليه ياما؟ ومصعب انا بحبك. ومن الاخر بقى ياما، انا معايا فلوس الفرح وفلوس افتتاح المحل. فرح وافتتاح المحل؟ ما طبعا لازم يبقى معاك فلوس الفرح وافتتاح المحل في جيبك ومخزنهم، علشان خاطر قاعد على قفايا واكل شارب نايم ما بتدفعليش ميلم واحد. اه يا اخوي بقول لك ايه يا ولا، وكتاب الله وكتاب الله ان ما قمت دلوقتي وفزيت ولبست وسعيت على رزقك لكون مقطعك حتت. قوم يا ولا، شوف لك شغلانه عدله يا ولا. ياما عدلتي ياما؟ انت بتكلمي نجار مسلح ياما؟ في ايه ياما؟ ده بس ده انا بحبك وعاوزه مصلحتك. اسمع بقول لك، الواد ابراهيم كبداكي بقاله كام يوم كده هوت بيخرج في نصاص الليالي ويرجع وش الفجريه ولابس حاجات كده غريبه. اه وقفل عربيه الكبده، انا مش فاهمه ايه الحكايه بالظبط. انا عايزاك بقى تخش تحت باطه كده هوت وتقصقص ايه الحكايه وتعرف وتاخد منه العربيه تشتغل عليها بدل ما هي مقفوله. بس ياما لو انا خدت منه العربيه ابراهيم هيشتغل ايه؟ بقول لك ياما، انا لا في الكبده ولا في السجق ولا في الفلفل، ابنك بعون الله فنان. يا اخي فن عليك ساعه وانفضوا يا اخي، فنان ده ايه؟ بقول لك ايه، من الاخر كده انا مش هرجع واسكت الا لما تتقصقص من الواد ابراهيم على موضوع الكبده ده ايه. اه وترجع لي وانت شغال على العربيه. فن ايه يا اخي ومغنى ايه؟ انت غنيت كم مره في حياتك يا ولا؟ مش هم خمس مرات يا ولا اللي غنيت فيهم وعامل لي فيها عبد الحمولي؟ طب ممكن اقول لك حاجه؟ اوه خلاص مش قايل. قول يا ولا. بقول لك يما، لو ربنا كرمني يعني وخدت عربية إبراهيم واشتغلت عليها، تيجي معايا اللي قبل هاجر تخطبها لي؟ يا دي هاجر وسنين هاجر واللي خلفه هاجر واللي حطه بذرة هاجر. ماشي يا سوكا، روح اشتغل الأول وبعدين ربنا يحلها بعد كده. حبيبي ده انت نور عيني يا ولا، يخرب بيت عقلك. يعني انت تاخد الثلاث أرباع وانا اخد الربع بس؟ مش انا اللي اتحبست واتمرمطت واتبهدلت وانت قاعد هنا بقى عامل لي حفلة وسهران ولا على بالك بأي حاجة خالص؟ هو كده يا حياتي. يعني ايه هو كده؟ اقعدي بس اقعدي وانا فاهمك. بص يا روحي، في ناس بيبقى عندها مخ وهي اللي بتخطط، وعاده دول بيبقى ليهم من اي عمليه 90%. اه وفي ناس تانية بيبقوا بهايم ما عندهمش مخ ودول بس بيبقوا بينفذوا، ودول عاده بيبقى نسبتهم 10%. وانت عشان خاطر روحي وحياتي قلت يبقى لك 25%، يعني انت ليك الربع. ها انا غلطان؟ لا 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 يا حبيبي يفتح الله، انا عاوزه النص، يا اما هنزل وابلغ البوليس بالحكايه كلها. انا في السليم، انا مية مية. الله بس شفتي انا صح، انت شكلك من بتوع 10%. يس هلو مستر مروان، اي هاف تو نيوز فور يو، وان از جود اند وان از باد. اه ديد يو جيت ات؟ Yes, we found one identical to the one you have. It's with the Italian broker. He bought it from an ex-prime minister. What's the bad news? The bad news that he wants 2.5 million euro for it, which means 1.5 million euro more than the one you bought. It's too much. But it's okay. Buy it. So you want me to buy it? Okay. We'll buy it right away. At your service all the time. Thank you. Thank you, Mr. Andrew. Goodbye. انت بتعمل ايه من ورايا؟ شغل شغل يا حياتي. بقول لك ايه، سيبك بقى من الخرطه اللي احنا عاملين نقوله ده، وعايزك تخش جوه دلوقتي تاخدي لك دش سخن وتروقي الدماغ كده وتلبسي فستان متدلع اخر الاج، عشان خاطر في راجل خليجي مليونير جاي يقعد معايا والقعده دي تهمني. يبقى انا النص وانت النص. خلاص بقى خلاص خلاص، خلصنا الموضوع ده خالص، نصيبي ونصيبك مع بعض، ولو احتجتي حاجه بقولي لي. يوه يلا بقى حبيبي بقى، ظبط ورق العنب، انصرف يا ولا. انت بقى ولا حياتي تتكلمي في ايه بس؟ الله ما انا فلوسي فلوسك،
ده انا امي دايما بتقول لي اللي في ايدك يا ابني دايما مش ليك. الله، بص بقى يا سعاده الباشا، الواد نادر ده واد وسخ، هو كان مش خطيب بيتي انما عايل زباله. اكلمه بالتليفون واقول له ان انا معايا اوراق مهمه هتفيد الست هايتي في القضيه وتديني 5 مليون جنيه، يقوم يجيني البيت ويهددني انه هيحبسني. خلص خلص خلص. وبعدين ده مهتمش حتى يعرف الاوراق دي فيها ايه، ده ما استعنكوش من الاساس. يعني لو كان اداني حتى 100,000 جنيه كنت قلت له الاوراق دي ايه. يعني نادر مش متفق معاه. انت يا جدع انت جاي هنا عاوز ايه؟ هو لا مؤاخذه مش حضراتكم ناس مهوات ومتعلمين، انا جاي بقى لاصحاب الشأن. ومش سعادتك برضو يهمك مصلحه بنتك؟ انا هدي لك 1,000 جنيه وتقول لي الورقه فيها ايه. 1,000 جنيه يا باشا انت هتستهبل؟ انت شايفني جاي لك ومسقط المنطلون؟ سيبك من الالف والمئة الف، ركز في ال5 مليون وما تبقاش معفن. 100,000 جنيه ما يقلوش شلن، عاجبك عاجبك مش عاجبك خلي بنتك هربانه لحد ما تتحكش وتترمي في السجن رمية الكلاب. الكلاب تنهش في جتتك؟ امال اقعد كويس امال واعرف قاعد قدام مين. خلاص خلاص جهز الورق وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله الله الله، ده حلو قوي. هاي ده هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس.